تسبب خطأ طبي من طبيبة مقيمة تعمل في مستشفى خاص بجدة بحرمان مواطنة من الإنجاب مدى الحياة بعد ما دخلت المواطنة المستشفى لإجراء ولادة قيصرية لكنها خرجت بعقم دائم. من جانبه زوج المواطنة تكلم مع صحيفة سبق الإلكترونية أن الحادثة كانت في شهر ذي القعدة من عام 2016 أنهم ذهبوا لأحد المستشفيات بجدة التابعة لمتابعة الحمل ولزوجته وولادتها وتم تحديد موعد العملية القيصرية في منتصف يناير 2017. الزوج أضاف أن القصة يعني محزنة جدا والآن وضع المرأة النفسي سيء جدا، شفاها الله والله يرفعها بالعافية إن شاء الله. طيب ينضم لي من جدة الدكتور عبد الهادي المزروعي، هذا المحامي عضو الجمعية الأمريكية للقانون الطبي وعضو الهيئة الشرعية للأخطاء الطبية في المدينة المنورة، حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور عبد الهادي، حياكم الله. يعني زي وضع المرأة هذه وزوجها، إيش اللي ممكن يسوونه الآن؟ وخليني في البداية أنا أوضح متى تكون الممارسة الطبية قانونية ومتى تكون غير قانونية، لأن في النظام والقانون ما عندنا مسمى أخطاء طبية. أيوة. مسمى عرفي يعني. إحنا عندنا ممارسة إما تكون قانونية أو غير قانونية. إذا كانت غير قانونية تترتب عليها مسؤوليات قانونية، هي أربع في النظام: تأديبية وأدبية ومهنية وجزائية جنائية. فعشان تكون الممارسة الطبية قانونية يجب أن تتوفر فيها أربع أركان أو خمسة في الأساس، وهناك أشياء أخرى. الأركان الأساسية أولاً أن تكون الممارسة الطبية حسب العرف الطبي. طيب. بحيث ما تكون مثلاً على سبيل التجربة أو على سبيل الآراء الشخصية. ثانياً أن تكون الممارسة في صالح المريض. أصل الممارسة يصب في مصلحة المريض ولا يصب في 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 ضرره. حتى لو أديت الممارسة بشكل مهني عالي وجراحي يعني بروفيشنال عالي جدا، لكن أصلها في غير صالحة تعتبر غير قانونية. أيه. ثالثا الغياب الكامل لنية الضرر بالمريض. نية الضرر الحقيقة غالبا ما تكون شخصية، إنما تكون على سبيل جني الأرباح، هذا يعتبر ضرر مادي للمريض. أيه. فإذا حضرت نية الضرر وإرادة الضرر بالمريض فهي غير ممارسة غير قانونية حتى لو أديت بشكل صحيح وسليم. رابعا أن تكون الممارسة برضا المريض ويكون قد أخذ موافقته خطيا وشرحت له. طيب. فإذا أديت الممارسة حتى لو أديت بشكل سليم غير موافقته تعتبر غير قانونية. طيب. خامسا وهو الأهم أن تكون غير محرمة شرعا، غير محرمة شرعا. فإذا كانت الممارسة محرمة شرعا كانت غير قانونية. طيب. نعم تفضل. دكتور عبد الهادي بس خليك معي أخوي عبد الله الغامدي متحدث صحة جدة. حياك الله يا عبد الله. هلا وغلا، حياك. ما بغيت ترد علينا يا شيخ. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. أعطيني تفاصيل القضية، هل ما ذكرناه صحيح أم خطأ؟ المرأة صارت عقيمة الآن أو لا؟ طيب أعطيك الأساس القضية بشكل كامل إن شاء الله. أول شيء لسه لكم حرصكم واهتمامكم بقضايا المواطنين التي تقدمها كافة القطاعات الدولية خصوصا فيما يتعلق بصحة المواطن. أي. الشكوى المقدمة للمواطن مذكور بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، والذي أشار فيها إلى قيام المستشفى بعمل عملية ربط لنفس زوجته بدون علم ذويها. طبعا على ذلك تم تشكيل لجنه طبيه لدراسه الشكوى المقدمه كما هو متعارف يعني طبيا. ايه. من اطباء استشاريين ذو خبره وكفاءه، حيث تم طلب صوره من ملف المريضه اللي بتروح المستشفى. كذلك الاطلاع على التفاصيل الطبيه اللي تم اتخاذ اجراءات عليها. طيب. بعدها أفاد المدير الطبي المستشفى بعد اطلاع كافة الجوانب والإجراءات اتضح للجنة بأن إجراء ربط الأنابيب يعد أمرا وقائيا هاما،
نحافظ على سلامة المريضة، حيث أن المخاطر التي يمكن أن تلحق بها مستقبلا كبيرة وشائعة طبيا، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة لا يدخل ضمن الأخطاء الطبية، لأن المواطنة اشتكى من عدم أخذ موافقته خطيا على إقرار الموافقة على إجراء العملية. أخوي عبد الله، أي حبيبي، يعني يسمي عطني كلام عملي الحين، زوجها يسمعنا والناس تسمعنا، نبغى كلام مو من ورق، بس نبي كلام يكون بيني وبينك، يعني حوار. طيب. الآن القضية وش صار فيها؟ سويتوا لجنة؟ اللجنة وش وصلت لها؟ الطبيبة وينها؟ سافرت موجودة؟ بس هذه أسئلتي ترى، يعني ما في شيء، يعني إن شاء الله أعطيك الإجراء الطبي اللي اتخذ في على المريضة. يعني المريضة طبعا وجهة دعا أنه طبعا هناك في البداية خطأ طبي، إيه سلامتها طبعا تم أخذ على حسب قول الطبيبة أنه هناك خطر على حياتها في المستقبل. طيب طبعا هذا امر وقائي عام، صحيح، الحفاظ على سلامه المريض، صح، حلو. في بعد كذا تقدم زوجها وطعن في صحه التوقيع، ايه هذه اجراء طبعا تم احالتها الى يعني هم وقعوا، خليك معي يا عبد الله، هم وقعوا انهم موافقين على العمليه، واذا صارت مشكله احنا نتحملها، بعدين قالوا احنا ما وقعنا التوقيع ذا، صحيح؟ نعم. طيب الان وش اللي جرى، وش اللي قاعد يصير الان؟ الان تم احالتها للجهات المختصه لمصادقه اخذ الجنائيه وما الجنائيه. نعم صحيح. طيب شفت ان الموضوع سهل، يعني لو طلعت معي وقلت لي هالكلام الان انت اقنعتنا انه في يعني طرف السالفه ما كان عندنا، فردك الان هذا يعني حمل المديريه الصحيه انه الناس يقولون انه انتم كنتوا تاركين الموضوع ولا دارين عنه. طبعا الشكوى مقدم من 22/5 قبلها شكوى وبعدها شكوى اتفاقية. اذا الموضوع، اذا الموضوع الان يا عبد الله طلع من عندكم الى وزارة الداخلية انه الجنائية تعالوا شوفوا التوقيع هذا توقيع الرجل او لا. نعم، وهذا زوج المريضة اساله عن الموضوع هذا حيقول لك نعم انه وقع على القضية للجهات المختصة. طيب اخوي عبد الله، الله يعيننا وياكم وياك، ودايم خلك معنا، ترى ما بيننا وبينك شيء، يعني ترى شخصيا انا وياك نصير اصدقاء، ما عندي مشكله. بالعكس، لا احد، لا تبعد عنا، ترى نبغاك الاحد القادم. ايه يوني لكم، لا تصير زي متحدث المدينه. لا ابد. شكرا لك، شكرا لك يا عبد الله، الله يكرمك. عبد الله الغامدي متحدث صحه جده، جاوبنا واعطانا يعني اشياء ما كنا مطلعين عليها احنا، فشكرا جزيلا لك. دكتور عبد الهادي، دكتور عبد الهادي، الو، هلا دكتور، الو، معي يا دكتور، الو، اسمعك يا دكتور، الو، اسمعك دكتور، انت معي يا هلا. اي دكتور، السلام عليكم، تسمعني؟ انا معك بس ما سمعت السؤال. اي لا توي ما سالتك. نعم. الآن إحنا قاعدين نقول دائماً إنه خطأ، نعم تفضل، إنه خطأ طبي وخطأ طبي، كيف ممكن يعني إنه الناس نجي نوعيهم ونقول هذا أنت وقعت عليه في يوم من الأيام وكان فيها مخاطرة وأنت قبلت، كيف نقدر نقنع إنه مش خطأ طبي؟ بس خلني أعلق على كلام الأستاذ عبد الله غامدي. إيه، لأن المداخلة اللي تمت المريضة حسب ما سمعت في التقرير، انا ترى في صدى في الصوت. اي اسمعك، في صدى في الصوت. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. والله اسمعك يا دكتور. فاقول ان حسب اللي سمعته في التقرير ان المداخله هي عقم دائم، والعقم الدائم هذا محرم شرعا حتى لو برضا المريضه. تماما، مثل الإجهاض، فما يجوز الطبيب أو الطبيب أن يسويه حتى لو طلبه المريض وحتى لو وافق عليه إلا بشروط معينة ولجان خاصة بهذا الشأن. طيب زي كذا الحق العام، الحق العام يعني الحق الخاص الرجل وقع، الحق العام الآن أنه نقول ليش الطبيب يمارس هذا الشيء المحرم شرعا، صح؟ هذا محرم شرعا ويدخل في غابت فيه حضرت فيه ثلاثة أركان من أركان الممارسة غير الصحيحة غير القانونية.
طيب. إنها ما تصب في صالح المريض، وإنها محرمة شرعا في الأساس، وإنها المريض يدعي أنها بغير رضاه، في ثلاث أركان متوفرة. وإذا والركن الرابع احتمال يكون متوفر، اللي هو قد يكون هناك نية لضرر المريض أو للربح المادي. طيب هنا المادة 28 من النظام تقول أن أي مخالف المادة 9 من النظام تتحول للنيابة العامة، تعتبر طيب. جزائية. طيب الآن القضية في 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 أروقة وزارة الداخلية، وإن شاء الله إنه يعني كل واحد بياخذ حقه، سواء الطبيب اللي خالف وسوى عملية محرمة شرعا، أو سواء الأسرة اللي تساهلت ووقعت على أوراق يمكن ما تدري عنها. الله يرفعها بالعافية ويشفيها ويجعلها إن شاء الله آخر الأحزان. الدكتور عبد الهادي المزروعي، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الطبي من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك.